أعتقد بأن السيد السوداني ألزم نفسه بمدة 90 يوم أو 3 أشهر كما نعم. قال لتقييم أداء الوزراء. نعم. التقييم هنا تقييمه هو شخصيا باتجاه الوزراء المفروضين عليه. لا تنسي بأنه الكتل السياسية هي أفرضت أو فرضت أسماء بعينها على السيد السوداني ليبحر بهم في حكومته الجديدة. نعم. في حقيقة في بحر لج من الكثير من المشاكل والمتعلقات التي خلفتها الحكومات السابقة. الحكومات جميعا كانت حقيقة غير كفوءة جدا بأدائها، وآخرها حكومة السيد الكاظمي الذي نعم. حقيقة اتسمت بالكثير من الفساد، بحيث أنه أصبحت مفردة الفساد لا تستوعب ما حصل في حكومة السيد الكاظمي. إذن هنالك الكثير من الرواسب والمتعلقات التي خلفت للسيد السوداني، وألزم نفسه السيد السوداني بمنهاج نعم. حكومي طلعنا عليه كثير جميعا، يتكون من 29 مفردة أعتقد، من ضمنها الكهرباء، من ضمنها الزراعة والتجارة والصناعة، إضافة إلى الخدمات وأمور أخرى والسكن، أمور كثيرة متعلقات كثيرة. أعتقد أن هذه 3 أشهر حقيقة لا تكفي لتقييم حكومة السيد الكاظمي، السيد عفوا السوداني. نعم. السيد السوداني لديه الرغبة الحقيقية للعمل لتقديم الكثير، ولكن الوزراء أو الأدوات التي سيستخدمها في التغيير وفي استحداث الأمور وفي تقديم الخدمات أعتقد هي لا تنسجم مع رؤيته وما يريد أن يذهب باتجاهه. هناك الكثير من الأسماء فرضت عليه كوزير الخارجية، كوزراء آخرين من الأحزاب السنية، من الأحزاب الكردية، من أحزاب حتى الشيعية. طيب. الإطار مثلا هناك الكثير من هذه الأسماء قد لا تفي بالغرض كثيرا، وأسماء قد تكون مكررة سابقا. أعتقد على السيد السوداني خلال هذه 3 أشهر أن يعيد النظر ببعض الأسماء المقدمة، أسماء مجربة سابقا ولكنها لم تقدم شيء كثير. عليه أن يجد أسماء حقيقية أكاديمية متخصصين حقيقة في المجال، أسماء ليس عليها غبار من الشوائب، غبار الفساد، أمور أخرى متعلقات. عليه أن يجد الشخصيات الحقيقية القادرة للإطلاع بهذه الموضوع. طيب سيد ياسين.